وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع أكد وزير الخارجية السعودي عادل جبير أن هناك توافقا دوليا على ضرورة حل الأزمة السورية، مشددا على أنه لا حل للأزمة دون توافق سوري وإجماع يحقق تطلعات الشعب وينهي معاناته. يأتي هذا الاجتماع في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية والتي تمر بمرحلة دقيقة وهي تعيش عامها السابع، ولا حل لهذه الأزمة دون توافق سوري وإجماع يحقق تطلعات الشعب وينهي معاناه على أساس إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254.